هلا اليوم رح ناخذ الدرس الرابع في ميثود باجانيني اول. الدرس الرابع رح يكون من صفحه 7 رقم 1، تمرين رقم 1. هو في انوار عليه نقطه، هذا النقطه رح نستخدمها هلا كأصولة، كاستيكاتو، كعلامه صغيره، يعني ت بدل ناخذ لا على طول الزمن انوار، بناخذ اول بس ت ونقف، وبعدين في عنا نوار في المزورة اللي بعدها. رح نشوف كيف رح تتنفذ، وبجزء من الأوس بالنسبة للاستيكاتو، والرن طبعا بالأوس كامل. نحن رح نقول على سرعة 70، كمان الساحر يا ريت تشتركوا معي في حملة الوصول إلى 100,000 مشترك على قناتي في اليوتيوب. بمحبتكم بقدر أوصل قبل ما تنتهي سنة 2019 ل 100,000 مشترك. فقط اعملوا سبسكرايب أو اشتراك في القناة، وعلموا على الجرس لحتى توصلكم فيديوهات جديدة، والرسالة رح توصل لكل العالم. الموسيقى لغة السلام والمحبة.